صرح النائب عيسى الكوهجي أن مملكة البحرين قدمت عددا من المبادرات والخطوات والإجراءات النوعية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال جهود الحكومة الموقرة والرؤية الاقتصادية الاستراتيجية 2030 التي وضعت المواطن في محور التنمية الهدف الأسمى، وعقد الملتقى الحكومي الذي بدوره رسم أهداف وتوجهات تفعيل عدد من الأدوات الحكومية لتطوير الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركة النائب عيسى الكوهجي في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة والمالية والتجارة بالبرلمان الدولي. ولإلقاء الضوء على أهم ما دار خلال هذا الاجتماع، معنا مباشرة من جنيف سعادة النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، طبعا في هذا الاجتماع تم التركيز على أهم التحديات وأيضا المبادرات التي تصنعها الدول أو تقدمها الدول للتنمية المستدامة، أبرز ما جاء في هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتضحنا لهم تجربة مملكة البحرين في التعامل مع التحديات الاقتصادية. نعم. وطبعا ركزنا على دور المرأة البحرينية في دعمها للاقتصاد البحريني، ودور مجلس المرأة في تمكين المرأة. فهذه كانت التجارب اللي احنا تكلمنا في اللجنة، واللجنة كانت تبي تعرف المزيد من المعلومات ان كيف مملكة البحرين قدرت ان هي تنمي دور المرأة في الاقتصاد البحريني. طبعا عرفناهم على دور مجلس المرأة والبرامج اللي عندها، طبعا في كثير من الفعاليات اللي تقوم بها. فكان ايجابيا التعامل معانا ان كالاقتصاد اليوم والاوضاع الاقتصاديه الموجوده، وكيف احنا قاعدين نقدر نحاول او يعني كثر ما نقدر ندخل الاقتصاد. اول شيء الحكومه قاعد في التحديات الاقتصاديه قاعد تحاول نقنن المصروفات، وفي نفس الوقت دور المراه شلون هي قاعده تساعد في الاقتصاد. نعم سعادة النائب، هل خرجتم او خرج هذا الاجتماع بتوصيات لتقريب ربما وجهات النظر بين جميع اعضاء البرلمان الدولي من اجل وضع حلول او حلول لهذه التحديات المعنيه التي تعنى بالتنميه المستدامه؟ الى حد الان ما خلصت اللجنه، احنا في غضون استراحه بسيطه وبعدين بنكمل مره ثانيه، فإن شاء الله بنطلع على. لكن هناك من المؤمل أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات؟ في إن شاء الله في مؤمل أن يخرج بتوصيات، ولكن لحد الآن في محادثات عن أي نوع من التوصيات بتطلع. نعم سعادة النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.